الرحمه مش عارفه دي ازاي بتتاكل. ايوه فعوريك ازاي. ماشي حاسي بالشفه دي كده كده. لا هتفضل معاكي كتير اهي بابحي. ماشي بس هتلاقيها نطت بقى شفت. لا لا بس فيها كده عصاره كده. اه بس لما نفتح بس يا لهوي مش لازم تتفتح. اعملي زي ما انا قلت لك. طب اعملي بس الطريقه اللي انا قلت لك عليها. انا مش راضيه بقى تتفتح اهي. ثانية واحدة كده معلش اصلا انا ده الاسلام. ايوه من ايه فرحتها. برضه مش راضية تتفتح دي انا بتقلب قوي معايا. دوسي بسم الله اتفتحت اخيرا. فتحت تعالوا انتوا. اوكي فتحنا فتحتها. بصوا احنا فتحناها هندقها ادقها لاول مرة في حياتي. بصوا اهي عصارة اهي مليني اهم ليه دي ياخلي امارة ما زف تمام. حلو 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 وما وحش يا جدعان ما حدش يجرب. تمام حلو على فكرة والله طعمها حلو بس انا مش بتحب الحاجات دي. بناكل اندومي وشربنا سبيروس باتس. انا معك وناكل فلامنك. ايه فلامنك دي اسمها فلامنكو. قلنا بسكوت نواعم يا نواعم بس ده اللي احنا عملناه. قلنا هناكله بس شويه كده وجايبين بقى شويه لبنات. استنوا شويه البان وانا جبت ليا لبان سماره بحبه قوي. وانا جبت ليا اللبنتين دول اللي هما اللي بيفرقعوا في البق كده طعمهم حلو. افتحي فلامنكو. لا مش عايزه هندوقه انا نجربهم قدامهم. اهي يلا بينا ليتس جو. ريحته عامله ازاي؟ هي ريحته بصوا يعني مش مطمنه بالنسبه لي انا. اولا ده شكله بنجرب يا جماعه حاجات مصريه. ده شكله تمام. كل دي حاجات مصريه اوعوا يا جماعه حتى بعد المقاطعه تشتروا الحاجات الحاجات والولاد المقاطعه تي دول. بصي عن نفسي انا المقاطعة دي هتفضل كتير كتير جدا. بس ده شكله حلو بيدوب في البق وحلو. بصوا وريهم الكيس من جوه. ده الكيس من جوه بجد طعم حلو. الو قاعدين بنغير صاحبتنا اللي مجتش. رن عليك الصبح شوفي كده انا رنيت قد ايه. رنيت كتير. شوفي انا رنيت قد ايه ورنيت على مامتك كتير ومحدش رد وبابا كان عنده شغل. هي قاعده تتكلم وانا قاعده اكل. انا بتصل على تليفونك شوفي كده انا اتصلت كام مره. شوفي الرنات اللي انا رنيتها تمام في التليفون العادي وفي الماسنجر. شوفي كده وانت هتعرفي بسرعة. هي رنت كتير جدا جدا. جدعان في تحدي هنصوره انا وهي. هي هتصوره على تليفونها وانا هصوره عندي ونبقى انا بقى يعني نبقى ننزله يعني. طبعا احنا عايزين نحش عادي كده وانا بالزيت عشان هي مش عاجبها. مش عاجبها الفلامنكو. منتج المصري هو حلو بس في منتجات مصرية احلى من كده بكتير جدا. بومباستيك سايد اي. يلا بينا هنصور تحدي. يلا يلا هنصور مع البنت هنا اللي بتصور على موبايلها برضه. يعني احنا بنصور من الموبايلين. اه فهتلاقوني بتكلم احيانا من الاول. هاي هي بتصور اهي من تليفونها. استني ايوه اهو واحنا بنصور من تليفونها. يلا بقى استني فين الصور بتاعتي؟ ما هي تحت. فين؟ وير ار يو؟ اهي اهي. بصي انا بقى هي بتقول انا ما جبتش من ده وجابت سماره عشان بتقول ان ده صور قوي. احنا هنشوف دلوقتي هل ده صور قوي. نجرب بعد ده. نجرب الاول ده بعد كده نجرب. ماشي بصوا استني اولا ده شكل كيس اهو. ايوه اهو
وده شكلها من جوه، ده دائري كده عامله زي اصبري فيها بقى. هي اصلا اللي بنت دي ذات نفسها هي اللي صور، واللي جوه فيها جوه عصاره هي اللي شايفين ده بتحلي طعمها. استني مش عارفه امسكها، بتزحلق. بصي اهي اهي، بصي يلا. 1 2 3 مفيش حاجة، مفيش صور أصلا. اضحك علينا، اضحك علينا في 2 جنيه والله. لو أوريكوا تعملي ايه؟ هنجيب فلامنكو، هنجيب أندومي، هنحط الفلامنكو، هنحط بعدها أندومي. شايفين اهو؟ جامد. ضربوها اهو. طب جامد. بس انا بقى نلم الحاجه دي عشان احنا نعرفها. احنا بهدلنا الدنيا مش لميناها، عشان احنا ممكن نتقتل وما يردوش يخرجونا تاني بره. حبيت اشيل الاندومي ده هنا. رودينا تعالي، لسه في وقت والله، لسه في وقت كتير يا رودي. احسن انت تحكي تصور اصلا صح؟ تمام. احنا بقى هنجرب الاهابه دي، بتقول عليها اللي هي الصور جدا. تمام، هتبقى كده لونها اخضر، اللي هي لونها اخضر. بصوا اهي لون اخضر اهي. تعالوا بقى هنجربها، وبعد ما نخلص الصور دي هاكل لبان سمارة بقى عشان احلي. هتقولي بتحبوه، بتحبي لبان سمارة؟ اقول لكم حط اللبانه دي كده على جنب. طب هاتي هاتي نص، انا هجيب لك نص. صح، بس ايمان قاعده برضه. حي يلا يلا. طب احنا هنتقتل بسرعه بسرعه عشان الصلاه. ايه ده شغل؟ المهم ده سويت، مش صار سويت يا جدع. ما بقى سويت، حتى مكتوب عليها سويت اصلا. سويت اند صور. ما فيهاش ولا صور ولا حاجه، صور بابل جام. يا جماعه ما تصدقوش اي حد يقول لكم ان اللبانه دي تمام جنبوني، ما فيهاش اي حاجه اصلا. تمام، واسيبكم بقى المره الجايه. مع السلامه. باي. جدعان الطرحة طبعا مش مظبوطة، بس احب اقول لكم ان احنا كنا بنحاول نقوم، ما عرفناش نقوم زي ما بنعقب. هي هي بنعقب. ما يلا نحط الموسيقى بدل ما نتفتح. هنجرب النهارده فلامينكو بس مع نمار، مش مع رحمه، عشان احنا جربنا مع رحمه. هنجرب مع نمار اولا، هنوريكم المره الثانيه ده شكله. دي بتفهم، دي بتفهم بالرحمه، اقسم بالله تفهم. هوريه لهم شكله. الكيس يا جدعان بيكون مليان، مش زي بقيه الاكياس. احب اقول
احنا نجرب كده ما جايينش مش نجرب كده نجرب الكوكيز. اوكي نجرب الكوكيز. باي باي. ياي ذاتس جريت. معرفش ايه ذاتس جريت. ماشي بس يا جدعان ده شكله ايه رايك؟ حلو 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 طعم الشوكولاته فيه باينه قطع الشوكولاته بتديها طعم اكتر جدعان احنا مش عارفين نتكلم ازاي اصلا فعايز فاتمنى تسامحونا نجرب حاجه كمان ولا نكمل براحتك نخلص وبعد كده نكمل حاجه ثانيه ماشي نخلص يا جدعان تم طردنا والله تم طردنا فقمة الحزن سعيد متقفش على حاجه في قطه هناك اهي كيوت قوي ما اعرفش قلت اشارككم بس حياتي كده مش اكتر بس مش الموضوع ده مش هيوقفنا على التجارب هنكمل التجربه في اوضه الموسيقى طب اوكي احنا في اوضه الموسيقى عشان احنا تم طردنا بس حياتي عشان 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 طبعا مش هتشرب ليه؟ بحب التجربة جدعان لسه مكتشفين ان ده طعم سوداني بس طعم حلو صح؟ ليتس جو جدعان ده طعمه مش حراق خالص ولا مسكر بس ساقع زي ما هي مسكر بس ساقع جدعان احنا جربنا كل حاجة هنخلص الاكل بس ده اللي احنا هنعمله فهوريكم بقى شوية كده نتمرن ازاي في الاقامة بس عايزاكم تشوفوا ردة فعل المدرسين بومباستيك سايد اي ايه تاني بتجرب؟ حاسه انك بتجرب كل حاجه احنا جربنا كل حاجه اتفضلي اتفضلي We'll be right back.
اشين على الحصه عارف المارش في المدرسه لما نيجي نعمل طابور الصبح بعيد اتمرن عليه عشان ما بعرفش اعمل مع السبانه هي مش بتعرف تعمل سبانه مع المارش عشان المدارس يوم الحد الجاي واحنا النهارده يوم الثلاث يعني نبدا مدارس فنتمرن على المرش بدل ما خدت السطمه بقى خدت ان انا خدت السطمه لو كان في بقى كان في بقى افيه هنا المدرسه دي قبل كده دي اللي ورا انجلش الانجلش ورا دي تبعنا 2 3 4 اصحاب Bye guys!